بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الشرح سوف نستعرض بعض أهم تنظيمات استخدام تطبيق برنامج تيمز، بالذهاب إلى الفرق، بعد ذلك الصف. نلاحظ في تبويب عام توجد هنا المحادثات، وهذه نفسها موجودة في صفحة الطالب تبويب عام الملاحظات. فنجد أن كثير من الطلاب يشغل نفسه في كتابة الكثير من التعليقات في هذه التبويبة، لذلك المعلم لابد أن يقوم بإغلاق هذه الميزة على الطلاب حتى لا تكون هناك كثير من الكتابات والتعليقات الغير مفيدة. الذهاب إلى هذه القائمة ومنها إلى تبويب عامة، نضغط النقاط ونقوم باختيار إدارة الفريق من عامة النقاط إدارة الفريق. هنا تعيين تفضيلات إشراف القناة، نقوم باختيار يمكن للمالكين فقط نشر الرسائل. بعد ذلك العودة إلى تطبيقات عامة، إلى أن نذهب إلى الشاشة الخاصة بالطالب، أقوم بعملية تحديث. نلاحظ أن الطالب لا يستطيع كتابة الرسائل من خلال تبويب عامة، تم منع الطالب من كتابة الرسائل. بهذه الطريقة قمنا بتحديد من هو المسؤول عن الكتابة في هذا التطبيق. إذا أردنا الآن إعطاء صلاحيات للطالب للكتابة في هذا الموقع، موقع دردشات، فالحل من خلال موقع الأستاذ. نقوم بإنشاء قناة أخرى، نذهب إلى الصف النقاط إضافة قناة، الصف النقاط إضافة قناة، نكتب مثلا إشعارات، توجد عندي قناة باسم إشعارات الطلاب. نذهب إلى الصفحة الخاصة بالطالب، نلاحظ هنا وجود قناة مخفية واحدة باسم إشعارات الطلاب. طبعا لو ضغط على إظهار راح تظهر القناة، لأن القناة موجودة إشعارات الطلاب. لو ضغطنا نلاحظ أن هنا موجود المحادثة. كيف أقوم بتنظيم هذه المحادثة؟ أرجع إلى الصفحة الخاصة بالأستاذ، أذهب إلى إشعارات للطلاب، نضغط النقاط، بعد ذلك إدارة القناة، نلاحظ إشراف القناة، نقوم بفتح السهم، اختيار تشغيل المشرفين ملاك الفريق. طبعا هنا موجود السماح للأعضاء بالرد على رسائل القناة. الآن العودة إلى صفحة الطالب. الآن نلاحظ في إشعارات الطلاب موجود هنا، لكن مكتوب يمكن لمشرف القنوات فقط النشر في هذه القناة. طيب الآن نعود إلى صفحة الأستاذ، إشعارات القناة للطلاب، نأتي هنا نكتب مثلا السلام عليكم، عرف باسمك. الآن إرسال، تم إرسال هذا الإشعار للطالب. الآن الطالب يلاحظ أن فيه إشعار ويستطيع الرد من خلال هذا الإشعار. قام الطالب الآن بالرد، بعد ذلك الإرسال.
بعد ما أرسل، الآن نعود إلى الصفحة الخاصة بالأستاذ. لاحظ أن الطالب قام بالرد على ما تم طلبه منه الأستاذ، وبهذه الطريقة قمنا بتحييد مشاركة الطالب في الإشعارات وتوجيهها إلى الشيء الذي نريده منه فقط. الآن التنظيم الآخر، وهو كيفية تنظيم دخول الطلاب للصف. هل الطالب المتأخر نفس الطالب الذي يأتي مبكرا؟ كيف نقوم بتنظيم دخول الطلاب؟ أولا، إنشاء حصة، تقويم، اجتماع جديد، إضافة العنوان، تاريخ، طبعا كل أسبوع مثلا يتكرر، إضافة القناة، بعد ذلك إرسال. الآن تم إضافة حصة، نضغط على الحصة نفسها، نعود إلى الصفحة الأولى. طبعا ضروري الضغط على عرض السلسلة حتى يتم تطبيق الإجراء على جميع الأسابيع. بعد ذلك الذهاب إلى خيارات الاجتماع. خيارات الاجتماع، طبعا من يمكنه التقديم؟ أنا فقط، هذه ضروري. من يمكنه تجاوز ساحة الانتظار؟ إذا تركت هكذا فأن أي شخص يأتي، أي طالب يأتي، فأنه يدخل الحصة على طول، سواء كان متأخر أم مبكر. فهنا لتنظيم الدخول أقوم باختيار أنا فقط. أنا من يمكنه تجاوز ساحة الانتظار، فالطالب عندما يأتي متأخرا يستأذن، وأنا أختار أن أسمح له بالدخول أو أمنعه من دخول الحصة، وهذا فيه تنظيم لوقت الدخول والخروج من الحصة. نضغط على حفظ ونقوم بالتجربة. الآن نضغط على الانضمام. الآن الطالب سوف يقوم بالانضمام. هنا الطالب حضر، هل أسمح له بالدخول أم أرفض دخوله لتجاوزه وقت الدخول؟ وبهذه الطريقة نقوم بتنظيم دخول الطلاب، بحيث أن التأخير إلى بعد 5 دقائق سيعرض الطالب إلى الحرمان من دخول هذه الحصة. هذا فيه تنظيم للدخول. لو ضغطنا نعم، فبعد ذلك ستتم مشاركة هذا الطالب. لو ضغطنا لا، سيحرم الطالب من هذه الحصة. هذا فيما يخص تنظيم هذه الحصة. وإذا كان هذا الطالب كثير المشاركة في الدردشة أثناء الحصة، فهناك طريقة لمنعه من هذه الدردشة. والطريقة هي، إذا أردنا إيقاف طالب عن الدردشة أثناء عرض الاجتماع أو عرض الحصة، نذهب إلى الصف، بعد ذلك النقاط، ثم إدارة الفريق. لاحظ هنا المعلم وهنا الطلاب. لاحظ هنا تعطيل تعليقات الطلاب جميعا أو تحديد طالب معين وتعليق تعليقاته. إذا كانت تعليقاته كثيرة ومزعجة، نستطيع تعليق تعليقات هذا الطالب أثناء عرض الحصة. هذه بعض من تنظيمات عمل برنامج مايكروسوفت تيمز.